مؤسسة معنى لإنقاذ إنسان هي المؤسسة الأولى في تاريخ مصر لرعاية المشردين بلا مأوى. خدنا ترخيص رقم 1 من وزارة التضامن الاجتماعي. عندنا 4 دور في المؤسسة، ال4 دور دول عشان يعيشوا فيهم أهالينا المشردين بلا مأوى حياة كريمة. في فرق إنقاذ بتجوب المحافظات مصر كلها لإنقاذ أهالينا المشردين. إحنا بنتلقى بلاغات يومياً كتير جداً، بيتحرك على طول فريق الإنقاذ الخاص بالمؤسسة للبلاغ. بيجي لنا البلاغ على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، صورة للحالة والعنوان بالتفصيل، بيتحرك الفريق وبيتم التعامل، والفريق بيكون مدرب ومخصص للتعامل مع الحالات، وما بناخدش أي حالة غصب عنها، لا إحنا بنحاول نقنع الحالة إن هي تيجي برضاها ويكون مبسوط معانا، وبنقنعه أنه هو هيعيش حياة كريمة وأفضل. الشارع كانت الكلاب لمؤاخذة بتتبول علينا، لكن هنا حسيت أن أنا بني آدم، بيعملون لي معاملة آدم بني آدم. في ناس بتخدمني وناس بتحميني وناس بتأكلني، ولو تعبت قلت أي ألاقي بدل الواحد 3-4 حوالين مني. هنا أحلى علاج وغيروا لي كل يوم وبيديني علاج مظبوط في مواعيده ونومة حلوة الصراحة، يعني مش عشان هم واقفين، لا أنا مبسوط هنا جدا ومش همشي من هنا. أنا كنت مرتاح، مريحين كله، ربنا يستر مع عندنا واخره يا رب. العيشة زي الفل هنا، من الارض للسماء. انا من كنت في الشارع دلوقتي عندي بيت، يعتبر عندي بيت اهو.